السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم تحضير البغرير اليكم، مقادير وطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا هنا عندي جوج معالق ديال الخميره المعجونه، وعندي القياس ديال الملح، وصاشيه ديال الخميره ديال الحلويات او بيكين باودر، وعندي شويه ديال سنيده، نص معلقه صغيره ديال سنيده، وعندي نصف كيلو ديال الدقيق الابيض ونصف كيلو السميده الرقيقه. كما كتشوفوا خلطت السميده والدقيق وضفت الملح، وغنضيف السكر، غادي نضيف عليه الخميره، وغادي نعجن بالماء دافي. بالنسبه لخميره الحلويات غنخليها حتى من بعد، هي ومعلقه ديال الخل. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا بالنسبه اللي عنده الخلاط الكهربائي كيضيف هادشي في الخلاط الكهربائي مع مقياس ديال الماء، قد القياس ديال السميده قد القياس اللي يكون ديال الماء، كيف العبار ديال الدقيق العبار ديال الماء، وكتضيفي باقي المكونات. انا خدمته بطريقه بلديه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا صافي، وكنستمر في العجن ديالو في النوب الاولى، ما كنجريش العجينه، لابد نخليها شويه متماسكه باش كنخدمها مزيان. واليكم الطريقه.
كيف ما كتشوفوا من بعد ما اختمر لينا البغرير ديالنا سخنا المقلة، وهانتوما كتشوفوا الطريقة ديال البغرير ديالي بهذا الشكل هذا بلدي. كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى الى عجبكم المحتوى ديال القناة ديالي تضغطوا على زر ابوني، ما فيها باس الى دعمنا بعضياتنا، والله يوفق الجميع. كنتمنى البغرير ديالي يعجبكم،